الو الو، مساء الورد الدكتور عامر منتصر. ايوه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك، انا اتصالي بك بمباركة هذا البرنامج المنتظر لقلوبنا يا دكتور. ايوه ماشي، وحابه ان انا اقول لك ان انا متابعاك منذ سنوات ماضيه الحمد لله يا رب، وتم تغيير حالي بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل بحضرتك طبعا، ربنا يخليك يا رب. جزاك الله كل خير. وتسمح لي لحظه بس انا عايزه اقول حاجه، انا بحيي والدتك التي انجبت هذا الرجل صاحب ربنا الاخلاق يخليك. والكلمات الرنانه والصوت انت عارفه والباهي، هي هذه هي رساله اليها، هي امي بتقعد انا اقول تستنى انها المكالمه دي، عارفه في تسمعها. كل برنامج، انا مش عارفه يعني انت متخيله ان هي بتقعد تستنى المكالمه اللي بيشكروها هي فيها، عارفه، فتحس انه ايه، ان الموضوع يعني في اتفاق، ما تفهمش، بس طبعا يعني ربنا يخليكي كتر خيرك، ايوه طبعا وهي يعني ده اكيد، طبعا يسعدني جدا جدا يعني، واشكرك كتر خيرك. وانا يعني يعني اقول لك ايه، تحت تراب جزمه امي يعني، يعني هو بما ربنا انك يحفظها، ذكرتيها ربنا يعني، يحفظها لك ويبقى ربنا جميعا، يخليك يا رب، ربنا يحفظها. كتر خيرك، ربنا ميرسي يخليك. جدا.